تسهيل المجال الترابي تاع الجهاز المناعي ويساهم ايضا في تشجيع العديد من العارضين على تسويق منتجاتهم. ايضا هذا المعرض هو فرصه لتبادل ايضا الخبره ولايضا استفاده من تجارب بعض الجهات الاخرى في المغرب، نظرا لتنوع جهات المغرب ونظرا ايضا لتنوع الثقافات وتنوع المجالات الفلاحيه التي يقع بها المغرب. وايضا وهذا هو المهم، هذا المعرض الدولي في ايضا خبره دوليه تستفيد منها ايضا جهات المغرب وتطوير هذا المنتج ان شاء الله في السنوات القادمه. تقوم أيضا بعمل معلومي بتسويق المنتوج المجالي لجميع